شركة ميتا أضافت ميزات جديدة لتطبيق المراسلة الخاص بالأعمال واتساب بزنس، والمزايا دي الحقيقة بتشمل توثيق الحسابات ودعم الذكاء الاصطناعي. خلونا نعرف جمانة تفاصيل أكتر، وإزاي بيتم توثيق حساب الواتساب، وإيه المميزات الجديدة للتطبيق، من المهندس إسلام غانم خبير تكنولوجيا المعلومات اللي معانا على الهوا. كل سنة وحضرتك طيبة يا باشمهندس. اهلا بحضرتك يا فندم، واهلا باستضيفتنا، واهلا بالساده المشاهدين، وطبعا برسل كل تهاني بنسبه عيد الاضحى للساده المشاهدين. عايزين نعرف من حضرتك كده ونبسط للساده المشاهدين، ايه القصه الخاصه بتوثيق حساب الواتساب، وايه الشروط الخاصه بهذا التوثيق؟ هو طبعا خلينا نقول ان الشركه المنتجه للخدمه ديت اللي هي شركه ميتا، في الاول وفي الاخر بتبقى عندها رصد تام الناس ده تحافظ على عدد المستخدمين وان هم ما بيتحولوش للغريم شركه اكس. فمن لحظه للتانيه بتحط مميزات بحيث يبقى في استمراريه للي انت تقدر تستخدم المنتج بتاعهم. فبالنسبه للنقطه اللي حضرتك بتتكلم عليها، هي حابب يدي زي نوع من التوثيق ان انت بتستخدم خدمه لجهه معينه او لشركه معينه، وبالدليل انا بقول لك انها دي موثقه زيها زي الفيسبوك والسوشيال وبقيه السوشيال ميديا. ففي توثيق بيبقى باين عليه علامه زي العلامات اللي بتبقى موجوده في السوشيال ميديا، وفي توثيق للمستخدم العادي بقى اللي هو زي اي شخص عادي عايز يبقى عنده اكتر من وسيله في حاله فقد الواتساب اقدر استرجع بيها. كلنا عندنا بقوه اللي انت معاك الرقم، فبتحط الرقم وبيجي لك كود هلاقيت اس ام اس، وتبدا الخطوات لو انت بتنقل من جهاز لجهاز او حصل لك اي مشكله. لا بقى في شويه مميزات جديده ان انت كمان بقيت بتربط ايميلك على رقم الواتساب ده، بحيث ان لما يحصل مشكله من المشكلات اللي كنت بقولها من شويه، يا اما بتسترجعها من خلال رقم التليفون او بتسترجعها من خلال الايميل. فهو كده بدا ينوع من طرق استرجاع الارقام بتاعتك او الرسائل او الدردشه لما تنقل او لما يتسرق الموبايل او اي حاجه من الاسباب دي. دي مش من دي الميزه الحاليه. في مميزات كتير، في كلنا بدانا يجي لنا رسائل كده لما بتيجي تتكلم مع اي حد على البرنامج، بيقول لك ان الرسائل مشفره، وان لان فريق الاعداد لشركه الواتساب او شركه ميتا ما بيقراش الرساله، والرساله انت بس والشخص اللي بعتها هما بس اللي بيطلعوا على الرساله. ده نوع من انواع الامان، وهو فعلا بيبقى قايم على تقنيه ان فعلا الموظفين اللي جوه الشركه ما بيعرفوش يقروا الرسائل اللي بتتم ما بين كل المستخدمين على المستوى العام. بعد كده بدات ينزلوا نظريه ان بقى في امكانيه للدردشه على مستوى الجروب، بتبقاش كتابه بس دردشه، لو فوق ال 32 ممكن تبقى دردشه صوتيه، لو الجروب اقل من 32 فممكن تبقى دردشه من خلال الفيديوز. وده هو هنا يعني في محاوله برضه للحفاظ بالمستخدم، حيث هو بيقدم له مزيد من الخدمات اللي بيخليه يفضل مستمر على التطبيق عامه. قبل ما اكمل بقيه النقط المميزه، في نقط كتير، في مميزات كتير احنا مش بنحس بيها، لان هو بيبقى عنده مرتب الدول بترتيبات معينه. في دول شايفها تنزل لها مميزات قد يكون احنا ما سمعناش عنها خالص، ولكن لو اي حد دخل على الموقع الرسمي واتفرج على المميزات هيلاقي كل ميزه بيقول لك هذه الميزه موجوده في بلد 2 3 4 معينين، وبقيه الدول مش موجود فيها الميزه ديت، او في ميزه دي جلوبال على مستوى كل العالم. باقي الاوبشنز الجديده المميزات اللي موجوده، حته ان يبقى في حاجه اسمها لوك للدردشه، او لو انت حاسس ان الموبايل بتاعك ده لو حصل اي وسيله وبقى اقدر يفتح الموبايل، فممكن اعمل لوك. اللوك دوت ما يفتحش الدردشه مع شخص معين الا يا بصمه صبعي او وسائل الحمايه بتاعت فك اللوك، سواء الوجه او الصبع او حتى كود معين انت بتحطه. طيب باشمهندس اسلام، الحقيقه في يعني في اوبشنز كتير جدا او في خواص كتير جدا بقت موجوده لتطبيق واتساب، لكن فكره توثيق الواتساب دي جديده علينا شويه، خاصة انه يعني فكرة حتى انه ربطه بالايميل، اعتقد انه ربطه برقم التليفون ممكن يكون أأمن، لانه الايميل ممكن يكون ليه اكسس او انه فيه اكتر من مكان ممكن نقدر نتشاك او نشوف بيه الايميل. ولكن سؤال حضرتك يا فندم، ايه هي شروط توثيق الواتساب؟ يعني كل موقع من مواقع التواصل الاجتماعي ليه شروط لتوثيق الحساب، ايه شروط توثيق الواتساب؟
هو بيبقى عدد يعني طبعا في الاول وفي الاخر هو التوثيق ده مش مجاني، في بيمنت او في مدفوعات بتبقى قريبه من المدفوعات اللي اعطيتها على مستوى الفيسبوك. طبعا هو الرقم حتى هذه اللحظه يعني مش واضح بالظبط، بس هو تقريبا ما بين ال 10 دولار ل 12 دولار في الشهر. وساعات بيبقى برضه بيبقى نازل بفكره الباكج الكامله اللي هي وثقك الحساب على الفيسبوك وعلى الانستجرام وعلى الواتساب بمبلغ مثلا 30 دولار في الشهر ولا حاجه. مفيش اي شروط غير ان انت بس هو عايز يتاكد ان الرقم ده بتاعك، فهيبعت لك بالوسائل التواصل اللي ذكرناها من شويه ايا كان الرقم او الايميل، وبيبعت لك الكود، وبعد كده بيطلب منك لو انت شخص عادي بيبقى بيطلب منك اي دي بيحمل الاسم بتاعك اللي انت حاطه، وبعد كده خلال 48 ساعه بيتم الفحص، وبعد كده بيقول لك ان خلاص تمت عمليه الاوثنتيكيشن وبقت الاكونت بتاعك بقى موثق زيه مع التوثيق ده، مع ربطه بتوثيق حساباتك الاخرى. جميل. اللي على بقيه المنصه من فيسبوك ومن انستجرام. طيب عايز اسال حضرتك يعني كخبير في تكنولوجيا المعلومات، التطبيقات او الخواص الجديده في تطبيق واتساب لأي مدى ده ممكن يؤمن الخصوصية أكتر؟ لأنه دايما سؤال الخصوصية ده وانتهاكها من قبل بعض الهاكرز اللي بيشتغلوا على مواقع التواصل الاجتماعي، إزاي التطبيقات والخواص الجديدة دي تخلي حسابي على الواتساب حساب آمن يعني غير قابل للاختراق؟ هو احنا طبعا كلنا متفقين ان مفيش نسبة أمان 100% في أي برنامج على مستوى العالم. صحيح. ولكن نسبة الأمان دي تقترب ل 99% ولفترة زمنية معينة، يعني لو ما فيش تحديث ممكن النسبة تبدأ تقل. التوثيق ده بيبقى له غرض، أنا بوثق علشان الناس اللي بتتواصل معاك تتأكد إن أنت مثلا إسلام أو علي أو أحمد، إنك أنت نفس الشخص اللي بيستخدم الرقم ده على الواتساب. والتوثيق برضه من الناحيه الثانيه بيميز ان من ضمن الامان اللي فيه ان انت لو فتحت او لو حصل لك حاجه لموبايلك ورحت فتحت من الموبايل تاني، فالتوثيق بيروح لغايه ما يرجعوا يتواصلوا معاك تاني مره تانيه وتقول لهم انا نقلت من الموبايل الاولاني رحت فتحت الموبايل تاني او غيرت الموبايل من ده لده. ده بيدي ممكن يكون على يعني مستوى الاشخاص مش هيبقى قوي شويه اكتر من على مستوى الهيئات او صحيح. المنظمات او الشركات اللي بتبقى حابه كمان يبقى في تاكيد ان انت بتكلم الشركه نفسها اللي انت عايز تتوصل اليها، او للشركات اللي بتركب الخدمات الجديده زي خدمه البوت اللي هو بيبقى مجموعه من الاسئله والاجابات محطوطه بطريقه تفاعليه مع المستخدم اللي بيكلمك خلال الواتساب، والرد عليه بحيث ان العميل بتاعه بيقدر يحصل على المعلومه في غير اوقات بقى البيزنس دي او اوقات العمل، بيتواصل مع البوت دوت وبيرد عليه بطريقه تفاعليه ويديله المعلومه في اي وقت في خلال 24 ساعه. فدي كلها بتدي مميزات اضافيه بتحسس ان في انتر اكتف او في تفاعل اعلى من التفاعلات اللي بالوضع الماضي. ولكن زي ما قلت لحضرتك برضو في مميزات كتير جدا، في عند مثلا عن طريق السيرش جوه الواتساب، يمكن احنا في مصر مش موجودة عندنا، ولكن لو أي حد دور هيلاقي إن في البرازيل وفي المملكة المتحدة الخدمة دي متاحة ومفتوحة، وفي خدمات تانية مفتوحة في دول تانية وبرضه مش مفتوحة في بعض الدول الأخرى. فهو كل ما في الموضوع إن أنا بس الصفحة بتاعت الواتساب أو أي صفحة لأي تطبيق بيبقى فيها التحديثات اللي بيقول لك إحنا بنعمل كذا وخلينا كذا، لازم إحنا نقرأ علشان بس ممكن تنزل ميزة لو ما خدناش بالنا منها الميزة دي تبقى ضد المستخدم مش مع المستخدم لو هو ما عندوش المعلومات الكاملة عنه. طب باشمهندس اسلام، ليه في بعض الخصائص او المزايا بتبقى موجودة في دول مش موجودة في غيرها؟ ده بيبقى ترتيب بقى في أولوية الشركة انها ممكن تكون شايفه ان الشعب طبيعه الشعب اللي هناك بيحب يستخدم الواتساب بطريقه كبيره جدا، وشايف ان هو ممكن يدعمها بميزه مميزات يستفيد منها الشعب ده، او التحليل الثاني ان هو بيبدا يحط الخدمه دي في مجموعه دول ثم مجموعه ثم يعني بيقسم دول العالم للمجموعات ويبدا ينزلها خطوه بخطوه مجموعه مجموعه لغايه على فتره زمنيه يكون نزلها في كل دول العالم.
وغالبا التحليل التاني ده بيبقى ادق، لان لو ناخد بالنا عمليه التوثيق لا للفيسبوك اللي كانت اللي بقت مش مجانيه، ما اعلنوا عنها في ابريل السابق او ما قبل السابق، ولكن الخدمه نزلت في مصر في شهر 7 زي دلوقتي بس العام اللي فات. فده كان حتى كان بيقولوا دايما ان احنا ما بنقدرش ننزل خدمه جديده على كل الدول مره واحده، ولكن بنعمل لهم كلاسيفيكيشن او تجزئه ونبدا ننزل مجموعه مجموعه. نشكر حضرتك طبعا، شكرا جزيلا المهندس اسلام غانم خبير تكنولوجيا المعلومات، كل سنه وحضرتك طيب.